نديروا النية و هو هي والنية غتغلب. على بركة الله متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء. وأخيرا ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أكيد كلكم كتذكروا على هاد وجوه الخير اللي كنا تلاقيناهم مؤخرا أمام سوق السمك بالجملة، واللي كانوا مساكن تعرضوا لواحد عملية نصب واحتيال كبيرة من طرف واحد السيد هو والزوجة ديالو. جاو نصبوا عليهم في مبالغ مالية مهمة، تجار ديال السمك كيترزقوا الله. جا واحد كما كنقولوا قمط لهم كل شيء ومشى. الثقة والنية اللي كانوا دايرين فيه للأسف الشديد ما عقلش على هذاك الخير اللي داروا معاه، وما عقلش على العشرة. ولكن الحمد لله اليوم المحكمة الموقرة راه دايرة خدمتها كيف ما العادة، والعدالة دائما تنتصر. واليوم راه هذاك النصاب والزوجة ديالو راهم في براثين العدالة، اليوم راهم تعتقلوا. شكرا للمحكمة الموقرة النزيهة، شكرا لرجال الأمن، شكرا للأساتذة المحامون على المجهودات اللي قاموا بها، وشكرا أيضا لهاد الرجال اللي كاينين معنا لأنهم تاهما داروا واحد الخدمة وداروا مجهودات ووقفوا على شغلهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أختي فاطمة. تشدوا. المهم دابا حاليا راه مشدودين معتقلين تقريبا دابا مدة شهر دابا. دابا الحمد لله الملف وكاين دابا هنا في المحكمة. الحمد لله. الأمور غادي مزيان. كيفاش تعتقلوا؟ فين لقاوهم؟ تعتقلوا يعني هما فهمتيني كثرت الشكايات، يعني كثروا عليهم كثرت الشكايات ملي عيطوا عليهم فهمتيني، تقدمنا امام الوكيل قاعده التحقيق فهمتيني اعتقلهم. الحمد لله. دابا الحمد لله راه معتقلين. ذاك الملف دابا راه الحمد لله راه كنا عندنا الثقه في القضاء ديالنا. تماما. هذاك الملف لانه فهمتيني راه غادي في الطريق الصحيح. تواجهتوا معاهم؟ تواجهنا معاهم. شنو كيقول هذا السيد؟ شنو كتقول الزوجه ديالو؟ كيقول فهمتيني هاد الناس اعترفوا ولا نكروا؟ معترفين. اصلا هو دير اعتراف باننا الناس كتسالوا، كل واحد كيتسالوا. اييه. وكان باغي غير هو يخرج الزوجه ديالو ويمشي هو يضرب الحبس. دونك تامرتوا راه انايا معاه الشركه ديالو. واش الزوجه ديالو اعترفت؟ الزوجه ديالو بيان سور معترفه، لان كاين بيالات الدوله عند الناس راه معترفه. راه كاين اعتراف ضمني يعني. كاين الحجاج. كاين الحجاج. والحمد لله حنا عندنا الثقه في القضاء، راه المسطره غاديه هي هذيك. حنا باقي كنتسناو دابا اننا علاش أجلوا المحاكمة ديالها، لأن باقي ضحايا آخرين خاصهم يتم الاستماع لهم من طرف الضابطة القضائية، وغادي تضم الملف وغادي يكون شحال المبلغ الإجمالي ديال اللي نصب فيه هاد النصاب هو والزوجة ديالو؟ تقريبا شحال من مليون الحاج؟ ما نقدرش نقول. أجي الحاج أجي عندي تقريبا شحال لقيتو في المحكمة؟ شحال دايرين ليه ديال الفلوس؟ دايرين ليه 750. 750 مليون؟ هي 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 كلها؟ كل واحد باش كيتسال 750 مليون. وهي كل واحد واش كيتسال. وفين هي دابا 750 مليون؟ واش غنقول لك؟ هو اللي كتشوفو كيوجهو في الناس بحال هكايا وواقفين معاهم. لا الناس ملي كانوا كيبيعوا شري معاهم كانوا بحال هكا واقفين معاهم في الاحلام. بيعوا شري معاه في السوق وجي تواجه معاه. هذه كتسبب عدم الثقة. أكيد. عدم الثقة. لا حول ولا قوة. الناس داروا فيه خير وهو ردوا لهم عار. ولكن الله سبحانه وتعالى ما يضيعش الدار. أكيد ما غاديش يضيع المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. شنو بغيتوا با اليوم؟ شنو كطالبوا؟ كنطالبوا السيد يدير معنا حل. يعطينا رزقنا. شنو تيقولوا في المحكمة؟ واش رزقكم قريب يرجع لكم ولا شنو تيقولوا لكم؟ باقي ما سمعنا والو. واش الاعتقال ديالو كافي بالنسبة لكم أنتوما؟ ما كافيش. ها؟ ما كافيش. خاصو ياخذ أقصى عقوبة. صراحة ما كافيش أنه باش يجي ويضرب 750 مليون ولا يدي هاد الفلوس هاد المبلغ كامل ويجي يضرب عليا عام ولا ست شهور ويخرج ويجي المحكمة الزجرية. احنا عندنا الثقة في القضاء ديالنا غادي ينصفنا. نعم الحمد لله. يعني يضرب 750 مليون ويجي يدوز جنحة يعني يتحاكم على جنحة. غادي يتشجع مرة أخرى ثاني، غادي يخرج ثاني يدي بلاصة لمدينة أخرى ثاني ويدير أكبر من هذه. يعني كتشوف أن هذا خصو يدوز المحكمة ديال الجناية. خاصو يدوز المحكمة ديال الجناية. هادو راه عصابة هادو. راه عصابة بطبيعة الحال أنهم هادو عصابة. حتى شنو غادي تربح أنت إلا دوزوا ست شهور؟ أولا عام كاع ديال الحبس وضارب لكم 750 مليون. كل واحد عنده فاطر. انا بالنسبه لي انا 20 مليون و 92000 ريال. سهله. وواحد اخر وهذا حتى هو 17 مليون ونص، وزيد كاين مول 30 كاين مول 18 كاين مول 17.
ماشي في صالحنا يضرب الحبس، انا هو كون بغى يجي يساوي الوضع مع الناس ويعطيهم شويه ويدير معاهم شي حل كونه بيعطيهم شويه. ماشي مرحبا اخويا 750 مليون مجمع الف ومش من شويه. زعما كله في حاله هذه الى انه ما بغى يوقف السوق بين يسالوا الفلوس بلا شي كاد بلا تريطات بلاش شي كاد بلا تريطات على العرف عبيناتهم عبيناتهم على الكلمه على الكلمه كاين اللي كيتسالوا زباله ديال الفلوس. ولكن هذا السيد اللي عنده شي ممتلكات ولا عنده شي سيارات راه غيتم الحجز على من طرف المحكمه. واش واحد نصاب غادي يدير في سميتو شي حاجه؟ هذا راه مخطط لهذا الشيء. يعمي الله مخطط لهذا الشيء هذا لا في سميتو لا في سميت الزوجه ديالو حتى شي حاجه ولا كونت بانكير. كاين با هو اللي شاد هذاك الشيء ولا حاطه في الدار داير داك الشيء في المخده بهذا المفهوم هذا. ياه وها هي با هو اللي كيجي كيحضر. هو اللي شفنا دابا هنايا. اما هو ما عنده حتى شي واحد كيجي يحضر. هو اللي قال للمحامين عا صيفطوا للحبس. صافي راه شاد الفلوس عارف فهمتيني شاد الفلوس عارف اشنو كاين. علاش هو واخا يبقى هو يخرج عام ديال الحبس مثلا هو غيصور الفلوس في عام في عامين في ثلاث سنين حياته كامله ما يصورهاش. ما يصورهاش حياته كامله ما يصورهاش. اخويا واعره حياته كامله ما يصورهاش. شوف الحريه الحريه ما عندهاش الثمن. استغل هاد الناس هادو فهمتيني استغلهم فهمتيني لان فهمتيني حنا عندنا عرف في الخدمه ديالنا وعندنا فهمتيني وكاينه الثقه وهادي استغل هاد الظرفيه ديال هاد الناس هادو ودا جمع هاد المونطو ديال الفلوس. دابا هذا غيخليكم مره اخرى غتوليو تخافوا انكم تتعاملوا مع دابا حتى شي واحد ما يبقى يقدر شي واحد يدير شي خطوه وما كانش القانون الا ما كانش الشيك الشيك ولا اسبيس تخلصني حتى الساعه حيت الشيك يوجب الاعتقال بعد هذيك الساعه. دابا حنا حتى الشيك دابا ما خاصك تشدو خاصك تشدو دير البنكه وما نفوتش معاه واحد المبلغ مالي عاوتاني كبير. الا دار في واحد لاد ديال 3 ايام ولا 4 ايام ما يمكنش خصك تشد لا وما نفوتش معاه واحد المبلغ مالي ما نوصلش معاه ل 20 مليون 15 مليون بالنسبه للخدمه عندنا حنا عندنا السلعه اللي كتهز اكثر كاين 20 مليون 30 مليون 40 مليون 50 مليون 70 80 واش كاين منكم اللي تعوض؟ حتى واحد ما كاين ما تسع حاليا حتى واحد فيكم ما تعوض ما كاين كلشي حتى واحد ما متعوض واخا نشوفوا لكن شي حاجه في الخفاء هذا الشيء ما نعرف. واخا خويا اجي عندي السلام عليكم. اجي السي رشيد اجي السي رشيد اجي عندنا قلنا شنو شو كطالبوا شنو اجي يا شريف بارك الله اعطيونا واحد باش نخدم. اجي الحاج اخويا اجي 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 انت اللي مولف معايا انا وياك كنهضروا هادو باغيين هادو باغيين نرجع لهم فلوسهم. ماشي فلوسهم واش هما تعدوا عليه؟ راه هو اللي تعدى عليهم. تعدى عليهم شوف ساكن هما كيفاش. ولكن وكاين اللي تا الحوايج ما بقى عندهم يلبس عراهم. عراه عباد الله عراه. كشطهم. راه حشومة عليه. دعيناه الله سبحانه وتعالى يحكم فيه. فهاد العواشر هادي. راه هادشي راه هذا قلب على دعاوي البلا. راه دعيناه الله لا هو ولا هي. علي فيهم كفيهم. دويتي معاه با دويتي معاه تواجهتي معاه. هو ما عم كتواجه دابا هو ملي كيهضر معاك كيقول لك انا ما غنضيع حتى واحد. وفين هي ما غنضيع حتى واحد؟ امتى؟ وامتى ما كاين والو. ما بغى يعطينا والو. زعما اسمحوا لي نخرج وانا فلوسكم رزقكم انا نعطيهم ليهم. اي ملي هذيك الناس في المحكمه قالت لي كنا بغيعطيهم شويه وخلصوا الناس عطوا الناس رزقهم. راه كاين اللي يسالوا اصحابه عطوا الناس رزقهم. الناس داروا فيكم الثقه وانتم كتضحكوا عليهم. شغل هادشي شغل السيبه السيبه الناس دايرين فيك الثقه وانتم كتحسوا بهم فر فيهم راه عار عليهم راه عار عليهم أكيد راه ربي تبارك وتعالى غيخلص كل واحد. أكيد أن الله سبحانه وتعالى غيخلص كل واحد وحتى المحكمة غتخلص كل واحد لأن كاينة المحكمة ديال الأرض وكاينة المحكمة الإلهية. لا المحكمة ديال الأرض ما غتظلمش والمحكمة الإلهية هذيك أكيد لأن العدل راه كاين عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام الحمد لله بعد أن تم اعتقال هذا النصابة على أمل أننا نتلاقاو مرة أخرى مع الوجوه الطيبة ويقولوا لنا راه خدينا فلوسنا. هادشي اللي كنتمناو لاننا تنعرفوا ان كاينين اجراءات اللي كتاخذوها المحكمه الموقره وخصوصا اذا كانت عنده شي ممتلكات راه سيتم الحجز عليها من طرف المحكمه وكل واحد غياخذ حقه. عواشركم بركه مسعوده وعيد مبارك سعيد الاخوان الله يعاونكم.